الآن يا رب السلام. يا الله القدوس خالقنا وحافظنا ومدبر أمورنا، في هذه الليلة والكنيسة تمارس الصوم المقدس وتقيم القداسات الإلهية فوق مذابح كنيستك، ضارعة وباستمرار أن تثبت فينا الإيمان لكي نسلك في الطريق حسب مشيئتك الصالحة. فيا يسوع ثبتنا في طريقك، وأنت الذي جئت وظهرت لنا في جسد إنسان لكي تكون ونحن أيضا قريبا منك، فاملأ قلوبنا بالاطمئنان والسلام، ولك المجد كل حين، آمين. نحن المسيحيين نعيش في حياتنا على الأرض ودائما نطلب الرعاية الإلهية لكي لا نرتبك في مسيرتنا، ونشعر دوما أنك قائدنا الذي ينتصر دائما لحساب كنيسته وشعبه كما ويرعاها ويهتم بكل احتياجاتها المادية الخاصة بالحياة الجسدية والروحية التي لصالح ملكوت السماوات الذي نطلبه أولا وهو نهاية مسيرتنا على الأرض وغايتنا في الوجود في هذه الحياة، الحياة المادية وأعوازها مهما كانت، فالرب يعتني بها ويهتم بكل فرد وبكل طائر أو حيوان يحيا في البرية. كل ما في الوجود يسير حسب توجيه سماوي. عيوننا تغفل عن أنفسنا أو أولادنا، ولكن بالنسبة للإله القدوس لا يغفل ولا ينعس، فهو يهتم بنا على الدوام منذ الطفولة ويسلك بنا في كل مراحل الحياة وإلى الشيبة وحتى اليوم الذي نبارح فيه هذا الوجود. فهو الذي أعد لنا منازل سماوية في ملكوته الأبدي. وما أقسى الحياة على الأرض حينما نتعامل مع الشيطان بعيدا عن الفكر المسيحي، فهو يضلل بنا ويسلك في اتجاه معارض ومعاند للإرادة الإلهية. وعلى الإنسان المؤمن أن يحذر الصوت الشيطاني الذي يجيء إليه من أبناء الظلمة من العالم وما فيه من إغراءات تدمر الحياة الروحية. هنا نرى أسلحة الدمار، وهي أصعب وأكثر
شدة من تلك الأسلحة الفتاكة التي يستعملها العالم وخاصة الجيوش. يسوع يحذرنا من الأسلحة الفتاكة للروح التي تجعل الإنسان يفزع ويهرب دون معين. اهتمامه بالعالم يجعله ينصرف عن الصلاة، لأنه يقول إنني في احتياج. ينصرف أيضا عن الصوم، لأنه يقول إنني ضعيف أو مريض. الكنيسة من جانبها لا تقسو على أولادها ولا تدعهم يسلكون أكثر من طاقتهم. حينما ترسم صوما فإنما تقننه حسب الظروف الخاصة بكل إنسان، بشرط أن يكون الإنسان أمينا، لا يذكر للكنيسة أنه ضعيف أو مريض هروبا من الجوع. ليس الجوع مهلكا للجسد، إنما الإنسان الذي يلتز بالمآكل والمشارب ويبتعد عن الأمور الروحية، هنا نقول إنه ضعيف روحيا. أما الجسد فأقل القليل كفيل لإشباعه، وكثرته ضارة بصحته الجسدية والروحية أيضا. يسوع يحبنا، فهو أبونا السماوي، ولا يدع تجربة تنزل بنا وتسحق حياتنا، لأنه محب ويحس بأناتنا ويبعد عنا كل أمراض روحية أولا، ويشفق علينا في مرضنا، ويمد يده الشافية لكي نصحو عندما يلزم الأمر. المسيح المحب لا يمكن أن يرى أولاده وهم في عوز، ولا يمكن أن يراهم وهم في تجربة روحية. يبعث الكنيسة لكي ترشد شعبها بصوم أو بصلاة، بترنيمات، بقراءات روحية يستمع إليها الإنسان المتعب المكدود في هذا الوجود، وإذا به يقوى ولا يشعر بالضعف أو المذلة. دائما ننظر إلى الإنسان الضعيف روحيا، وقد نعيره أو نوبخه قبل أن نرشده، لكن السماء لا ترى هذا، ترى رحمة وحنانا يجب أن يقدم للإنسان الشارد البعيد عن الطريق الطيبة. كثيرا ما قالوا عن المسيح إنه محب للخطاة والعشارين الذين لا يقبلهم المجتمع، بل يزدري بهم ويوبخهم، وبالتالي يوجهون النقد إلى المسيح المحب للخطاة والعشارين. يراهم المسيح جوعا إلى الحياة الروحية وفي حالة ضعف، ويرون الشيطان فينخدعون بهم. لهذا يجيء إليهم المسيح محذرا ويجلس بينهم، وهنا جماعة الفريسيين وأولئك الذين يرون نفسهم قادة للحياة الروحية يرون المسيح. كيف يكون هذا من الله بينما هو يجلس مع الخطاة؟ يسوع يقول ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.
ولا يحتاج الأصحاء إلى مريض إلى طبيب، بل المرضى، فهو طبيب ماهر لأولئك الخطاة. يتحدى يسوع أولئك الذين يتسربلون بأثواب النزاهة والتقوى، ولكنهم ما أبعدهم، ويجلس مفتخرا بأنه يفتقد أولئك الخطاة. يتحدى الجميع ولا يعنيه شيئا نظرة سمعان الفريسي إليه، ويرى كيف أنه نبي في نظره، ويسمح للخاطئة بأن تلمس قدميه، بل تزداد حبا وتغسلهما بدموعها، تجففهما بشعر رأسها، ويسمح لها وهي في نظر ذلك المضيف أنها نجسة وخاطئة، بينما يسمح لها الرب يسوع بأن تقبل مرارا أقدامه الطاهرة. يسوع ينظر نظرة عطف وحنان إلى أولئك الخطاة، وأب ورحيم يشفق بغير حدود، بينما العالم ينتقد بل ويشوه أيضا النظيف والبريء. يسوع نراه في إنجيلنا اليوم وهو واقف ينتظر عودة ابنه الذي أخذ كل المال أو كل العطايا والهبات أو كل إرثه من الأب الحنون ليضيعه وينفقه بعيش مسرف هنالك في الحانات أو غيرها. ما لك يا يسوع تزج بنفسك في هذا الوسط وتقف منتظرا ومتألما ومتحننا تسأل عن عودة ذلك الابن الأصغر من الكورة البعيدة الذي ذهب إليها بإرادته الخاصة؟ أنت لم تطرده، كثيرا ما نصحته وأعلنت حبك له واحتضنته، وعندما أراد أن يفارقك تحننت عليه، بل كثيرا ما رجوته خوفا عليه، وفي إصرار من ذلك الابن لكي يفارق الأب الحنون تركته دون أن تغضب غضبة قوية عليه، بل رأى في عينيك الدموع وأنت تترجاه لكي يفارقك، ولكن في عناد ذهب ذلك الابن الأصغر لكي يرتع ويمرح في كورة بعيدة، فقد صحته كرامته، وكان في ذلك المكان رجل غني قولوا انه الشيطان، ودعاه لكي يخدم لديه، وقبل الابن الأصغر لأنه كان جائعا، وقيل عنه انه اشتاق وتمنى ورغب أن يأكل مع الخنازير أن يكون نجسا حسب الشريعة، ولكنه لم يشعر بشبع ولم يسمح له. الخنازير في شراستها لا تسمح له بالاختلاط بها، وصاحب المزرعة أيضا لا يسمح بأن يأكل الابن ما تعب هو فيه لأجل الخنازير، مزلة وجوع بعيدا عن حضن الآب السماوي، حزن وبكاء تمزقت ملابسه، عاش في مزلة، ضمر جسده، ذبل ذهنه، ماذا أفعل، ماذا أعمل مع الخنازير؟ تعب، ومع أصدقائي السوء
قد فارقوني الآن بعد أن هم الذين مزقوا ثيابي وهم الذين مهدوا السبيل لي لكي أصل إلى هذه الحال التي أعاني منها، المزلة، الجوع، فقدان الكرامة الأبدية الروحانية، خسرت كل شيء، ماذا أعمل؟ تطوف بذهني الذكريات. أنا كنت في بيت أبي فرحا سعيدا، وكنت مدللا ألبس أفخر الثياب، ثياب النعمة، ثياب المعمودية، النصائح القدسية، التعزيات الملائكية، كل ما في قلبي مليء بالأفراح المقدسة بعيدا عن النجاسة، لم تكن الخطيئة تسود علي، وكثيرا ما كنت أصرخ إذا ما وتتني سقطة، فأجد الآب السماوي يفتقدني ويعتني بي، وها أنا الآن ممزق الأحشاء، قلبي لا يخفق بهدوء، قلبي مضطرب، الحزن يملأ كياني، السماء قد أغمضت كواكبها عني. كنت أقول وأردد مع داود النبي: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه الراحة يوردني. ماذا دهاني وماذا جرى لعقلي؟ أين النصائح أو أين الكلمات العذبة التي أسمعني إياها أصدقائي؟ لقد غرروا بي. الآن أذكر كم كان يطرب قلبي في بيت أبي حين أسمع صلوات ترتفع للأسرة من الأسرة إلى السماء، وتوبخني حينما أحيد قليلا، فكنت لا أقبل النصيحة. الآن أنا محتاج لهذه النصائح التي كثيرا ما كانت تسعدني بها الأم البارة. يصرخ الابن في أعماقه، ولعلها صرخة جاءت نتيجة عطف البيت الذي يصلي لأجل عودته ثانية. وكثيرا ما يشرد الآباء بأبنائهم، أو قولوا الأبناء لا يجدون الرعاية الكافية من الآباء أو الأمهات. نجد الابن أو الابن أو الأولاد جميعا لا يشغلهم إلا طرب عالمي، تجدونهم يسهرون لياليهم ويفقدون صحتهم، ونهارا يعبثون أو ينامون ويلهون ويتركون الشريعة المقدسة. هنا استيقظ الابن البعيد بينما كانت حاله مرارة وحل وطين، يقول: آه كم من أجير عند أبي يفضل عنهم الخبز، خدام كثيرين، كنت أنا الآمر السيد في بيت الآب، وها أنا ذا هنا في الغربة أتمرغ في الوحل ولا أجد حولي كلمة معزية، بل أعماقي تحترق أن أقول: أين أبي؟ يا إلهي هل تفتقدني مرة أخرى؟ صرخة الابن ما كانت إلا ترديدا لصلوات الكنيسة أو الأسرة المتوجعة لغربة ذلك الابن الشارد، لكي تفتقده السماء ويحس بالنعمة مرة أخرى التي هجرها بإرادته، ظنا منه أن الحرية التي يسلك فيها قد تأتي إليه بكل الخيرات والمتع، وإذا به يشعر أن الكل باطل، قد الريح ولا منفع من كل هذه الارتباكات والمحاولات. عليه أن يحزم أمره ويعود إلى أبيه. هنا
يحضر في ذهنه ما هي الكلمات التي يتلاقى بها مع الابن، مع الاب الذي افقده الكرامة، الذي هزئ بكل نصائحه، ماذا يقول له وقد تجنى على ابيه واسرته؟ ليس في الامر من تردد، كلمة واحدة: اخطأت، ساقول لابي وامام العالم اجمع انني اخطأت ولست مستحقا ان ادعى له ابنا، سانحني واخضع واقبل الاقدام، ساصرخ بكل ما املك امام اولئك المحتقرين انني قد تركت كل الخلاعة وكل نصائحهم التي غررت بي واوردتني الى التهلكة، ساقول يا ابي لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني خادما كاحد اجرائك. انا الان لا اجد الفتاة وكل الخيرات والنعم الالهية، التناول، الصلوات، كل البركات في كنيستي، في بيتي، وسط اسرتي، مع مسيحي، والان اتركه واعجره واسهب وراء الشيطان، وراء الخنازير، وراء العالم الذي يهزأ بي ويضحك بي. كم منا ينخدعون، ولكن شكرا لإلهنا الذي يفتقدهم ويفتقدنا جميعا بالنعمة، ويثبتنا ويعيدنا إلى قواعدنا المقدسة. الأب السماوي يعطف بنا، الآباء الأرضيون أيضا لا يعبثون، وإنما أقول ينامون أو يغفلون، وحينما يستيقظون يبكون ويندمون. نصيحة للآباء والأمهات أن يهتموا بأنفسهم في الحياة الروحية، وبالتالي يهتمون بكل فرد أقامهم الله عليهم لكي يكونوا مسؤولين. الأب والأم مسؤولين بتوكيل سماوي أن يرعوا أولادهم، بنين وبنات، في طريق النعمة وفي طريق الحق. أما أنهم يتركون الحبل على الغارب متوانين متكاسلين، سيأتي اليوم الذي تقول فيه السماء لكل فرد منا، سواء كان مدنيا او رجالا الكنيسة: قدم حساب وكالتك. حساب وكالتك ده كله راح وانتهى من زمان. لا، تفتح الاسفار وكل واحد منا يجد صحيفة اعماله مفتوحة ومبسوطة امام عينيه، سواء كنت انا راعيا في الكنيسة او انت عضو فيها، ستجد اسمك والصحيفة مبسوطة مفتوحة، تقول انا، ايوه انا. الان ممكن معالجة الامر. كيف؟ يقظة روحية، توبة جماعية ننظر بها الى السماء، نحب بعضنا بعضا بشفقة ورقة ونزاهة ونصيحة صادقة، فنجد المسيح يبارك هذه التوبة. الابن الشاطر كما دعته الكنيسة، وعند عودته الى ابيه ووضع في ذهنه ان يقدم توبته علانية وفي صرخة داوية ليس فيها خجل، يعود الى كنيسة المسيح، يجد الآب واقفا ومنتظرا. وعندما رآه من بعيد ركض الآب يجري ليحتضن ابنه الذي غاب عنه وابتعد، وإذا بالدموع من الابن وتمتزج معها دموع الآب، وفي عناق ومحبة كاملة يصرخ الآب فرحا ومهللا لعودة ابنه الذي تاب. وماذا يقول الآب؟
يقول ماذا؟ لا توبيخ ولا تعنيف ولا إذلال ولا أي كلمة قاسية، بل كلمة حب. يبدأ يصدر الأوامر الأب بعمل عزومة وليمة كبيرة: اذبحوا العجل المسمن، البسوا ابني حلة جديدة، والملابس اللي مزقت ده أساء إلى سر المعمودية، أساء إلى الملابس البيضاء الجميلة، اللسان الذي فيه كان يقذف شتائم وسقائم متبرئا من كل فضيلة، البسوه الحلة الأولى، ضعوا خاتما في يديه. خاتم؟ أيوه، أمير ملك، هو مالك لهذا المكان. البسوه حذاء في قدميه، يمشي متحررا وليس كالعبيد. كل وسائل النعمة وكل مظاهر الكرامة يسكبها هذا الأب بغزارة على ذلك الابن الذي كان متشردا في الكرة البعيدة. اذبحوا العجل المسمن وليمة، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فرح، بهاء، بركات، مسرات. أما أخوه الأكبر، أما جماعة الأتقياء الذين لا يقبلون أي غلطة في حياتهم إن كان صحيحا أو مظهرا، فهذا ينتقد ولا يقبل. حينما سمع بعودة أخيه لا يقبل أن يدخل البيت، كبرياء، عظمة فارغة، بدل أن يتصرف كما تصرف الأب بتقبيل الابن واحترامه وإعزازه، وبدل أن تبدو عليه معالم الفرح، يقاطع المنزل ويهرب بعيدا. نحن لا نقبل في كنيستنا أمثال هذه التصرفات، كلنا نخضع ونسجد أمام الهيكل ونضع جباهنا في التراب ونضرع دائما إلى السماء أن تواتينا بالاستيقاظ وتعطي ضمائرنا رقة لكي نحس أننا وإن كنا غير ظاهرين، لسنا ظاهرين للمجتمع، قد تكون كل الخطايا معشعشة في قلوبنا ومليئة بكل الأفكار السيئة. ما معنى أننا نتمنى أو نشتهي شيئا شريرا، ولكن إن كانت النعمة تحيط بنا فتمنع الشر، أو لأن جهدنا أو أمورنا لا تسمح لسبب خارج عن إرادتنا، نشكر الله، لكن نصر أنفسنا بأننا أتقياء وقديسين ونهرب من أولئك الخطاة، نهرب منهم في حالة واحدة حينما هم يريدون أن نشاركهم في الشر أو الخطيئة. أما المعاشرات الرديئة فاجتنبها، أهرب منها. فالآن وقد قربت الأيام والعالم كله بينفض عنه مظاهر السلام في شر وفي خطيئة، لنلجأ إلى مسيحنا لكي يوقظ نفوسنا وقلوبنا ولكي يمتعنا بسلامه الكامل. هو وحده الأب الحنون، المسيح الإله الذي جاء لكي يواجهنا في الحياة ولكي نراه بأعيننا ونحس بقربه منا. هو الذي يستطيع أن يفرح قلوبنا ويجعل للفضيلة المركز والمكان الأول في حياة المسيحي. أما الرذيلة، أما الخطيئة، فيسوع وحده الذي نقول له: ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. هذه الكلمات المقدسة التي علمنا إياها يسوع المسيح هي التي يجب أن نرددها باستمرار
ونحن في طريق الحياة المليء بالعثرات نقول له نجينا يسوع، اشفق علينا، ابعد عنا الخطية، متعنا بسلامك الكامل. ولأجل هذا يسوع يوصينا يقول ومتى صليتم فقولوا هكذا. هو الأب السماوي، هو الأب الذي أنقذ الابن الشارد، يقول لي ويقول لك ويوصينا قولوا هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد. الأحد القادم، الأحد الرابع من الصوم الكبير، أعني نكون في منتصف الطريق. وما أجمل الأصوام وما أحلاها، وإلى لقاء بمشيئة الرب. انصرفوا بسلام، سلام المسيح فليكن مع جميعكم. اسم الآب والأمين. يا رب السلام.